مرحبا حبايبنا في قناة لايف جيمر، وحياكم الله في سلسلة جديدة الجديد هذا الشهر. قبل أن نبدأ هذه السلسلة لا تنسون الاشتراك واللايك نشر القناة والدعم، وحياكم. أولا عندها لعبة Jurassic World Evolution، لعبة استراتيجية نفس نظام لعبة MCT ولكن بتكون في عالم الديناصورات. نظام اللعبة Single Player راح تنزل 12 جون على منصة PC PlayStation 4 Xbox One. وليها لعبة Thailand، لعبة RPG من نظام Single Player راح تنزل في 14 جون بإذن الله على منصة PC PlayStation 4. وأيضا عندها لعبة God War، لعبة RPG، لعبة من إنتاج شركة يابانية أيضا من نظام Single Player راح تنزل في 14 جون على منصة PlayStation 4 والNintendo Switch. وأخيرا لعبة Next Car Game Rexus، لعبة سباق سيارات، لعبة من نظام Single Player وMulti Player راح تنزل في 14 جون بإذن الله على منصة PC PlayStation 4 والXbox One. أتمنى أنكم استمتعتم معنا، زورونا تلقون رابط الموقع تحت في الديسكريبشن. إذا في لعبة عجبتكم اكتبوا لنا في الكومنت، إذا في لعبة ثانية تبغانا نكمل عليها أو نعطيكم توضيح أكثر أو تجريبي هم أيضا اكتبوها لنا في الديسكريبشن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة.